مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير اللحمة بعجين بدون عجين. عنا وقية لحمة مفرومة، حبتين بندورة حجم وسط فرمتن على المكنة بهيدا الشكل، كمان بصلة حجم كبير فرمتها على المكنة، رشة بقدونس، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود، ونص ملعقة صغيرة 7 بهارات، وخبزة تورتيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط المكونات كلها فوق بعض، بحركهم مع بعض اكيد. بعد ما حركتهم منيح بهيدا الشكل هلأ منحطهم على الخباز. بسم الله، طريقة كتير سهلة وسريعة، ما بتاخد وقت بالتحضير ابدا. هلأ بحطها بالفرن، اكيد عم حمل الفرن من الاعلى فقط. هيدي اللحمة بعجين بعد ما طلعت من الفرن، هيدا الشكل النهائي، عجينة رقيقة وكتير طيبة. ناصر عليها حامض، وصحة وعافية. هيدي اللحمة بعجين اللي عملتها انا وياكم الطريقة جدا سهلة وسريعة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.